آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوانكي كإسلاما خطبان تين يتعرانتنا صدركا ربي داف جتش والجالتشون أبدو تجتش رت ديمتين إسنينجا تانا ربين كينيا جل جلال ربي حديث القدسي كيستي والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي جي الله أن أولاناته قويا قياما لا كيستي نجا جي رسولك إن صلى الله عليه وآله وسلم أين المتحابون ور والجالة أيسجر نجا لجلالي قدنك يا فورجال ور والجالة أيسجر نجا اليوم أران تنان كيستي أذلهم إساني فين قد سيسا يوم لا ذل إلا ذلي قد سكي كيستي إساني قد سمسا قويا سنين كيستي قد سربي ملي قويا هنجرين سننجا أنا في إسني في مسلمة شفاتو قد سيسا جل ورطا ربي نواغلون سننجا ربي جتش والجالتشون أبليان كي كإسلاما فضيلان إسي أسي في أسي متي حديث برا كيستي رسولك إن صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في صحيح الجامع من حديث معاذ ابن جبل الأنصاري رضي الله عنه رسولك إن صلى الله عليه وآله وسلم الله أن أولاناته نجاجي المتحابون في جلالي لهم منابير من نور جي ورعنا بجتش والجالة قياك يا مادا كيستي إساني افتهودا منابير جتشون بكي ألفودم توتاتي من برقنا منتنا ألفودما إساني افتهادا من نور إفراكته يغبطهم إن جتشون سلا أبليان كيا نينا فنجتشو مانان إساني يستحسنهم جتشودا غارتي إساني فلقاوا أم نبيوتا في شهداء نينيجان ميلالي أبليان كيا كإسلاما ربي داف جتش والجالتشون صدركان إسي أسي في أسي متي قويا أدون ميلي تكنمت ديهاتو سن قويا نموتو نفسي جاي ويواتو سني ربي سببا إساتنا أتي أبلي سكيا كإسلاما نما جالتو ولين أرشي إساسا قدس إساسا جل نما كيسين إسنينجا أماس إيمان نتوكو كينيا هنگو تمون إسنينجا يو نما توكو يو جالن ربي جتش جالن ملي جتش كينيا كناس حديث رسول ربي تيتو صلوات ربي وسلام عليه نومير كنيسان سننجا والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي أمامة سدي بن أجلان الباهلي رضي الله عنه أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وآتى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان جي نمني الله حفجت جالتي أما اللي الله حفجت جبه أما اللي الله حفجت كنن أما الله حفجت نمني دووتي لغت نمني كن إيمان قوتتي جراجي أبولي ينجي وهيو يرو قولو الله حفجت قلوك أبنان إسننجا جل جلالو مخلوق آفي متي أما أبولي ينجي يك إسلاما يو نمني مسلمتي جفاتو ربي حفجت والجالتي ملي حلاوة إيمانا سن هنتم دموني سننجا الردورة واي إيمانا يو حاسوني واميك آحاسوني وبلين كي إيماني روغو كبا روغني إساجا إيماني لذا كبا
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول إمام مسلمي تسيا ساقي ستي في رحمة الله عليه رحمة واسعة عباس بن عبد المطلب الرافعي رضي الله عنه إيماني نورك أبا أبليانك يا كإسلاما إيماني حلاوك أبا سنيس كما في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما رغانتين وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله الحديث اقرأ الحديث حديثك نكيزة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم نمني واسدي إسكيزة أرغمني حلاوة إيمانا سن أمدمي راجان أبوليانكي أكا يروتو كونكي حلاوة ناتي أربرت أمدمتي مئاسا لغيو والله الذي لا إله غيره قلبي كيستي مئاسا أمدمتاجي تدرى مالي أن يكون تهوداجي الله في إرغمان إسا صلوات ربي وسلام عليه غم إساتي الرجالة ما تهودا إن جالت الله جالتا سنجا جل جلاله أين جالت رسول إساتي صلى الله عليه وآله وسلم إسال لمن جالت شورا غم إساتي مما سواهما وان إسال لمن على جرورة هذا في أبا كينيا بيا كينيا لم ميت نيرا وهي يرى كجالا نوين الله سنجا جل جلاله لم من تجالا نسنوتا إسي كيسا نقول إسان سنجا بر جل جلاله رسول لكينيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مالين اسنيما ان مسكينهما هم بينو بلسو مي مالين اسنيما جلنا را افتك نوازي اسان اسنين جابي ابي هو وامي صلى الله عليه وآله وسلم نتي محل شاهدين رغان تي نتمي وان يحب المرأة ارتي تجالت شودا لا يحبه اسكن هنجالتو الا لله الله افملي نمتو كيو جالتا ابلي ينكي يك اسلاما الله افجج اسا جالت شوك ابدنين اسنين جابر هوري إساتي في متي يو وان براتي بجالني والله الذي لا إله غيره وان مسنيتو غرغر نواسا يوني سنين جاكم اي ورد ردواتي ميزن ديرتو ليلما كغرغر بيهيو اغرتي غافة درا كاسيتا جران اغرر ولي ولي كرنو وي سي ديفا جرامتي اي تناتو اديسان باسي ماليف ابو غربان سنين اغرر ابو سنبر غنجستر عبر ولنجانين اغرر اي ولي ولي ادسي باسي مالك افيو جالت وني اد سيباس تو اسم سنين نم مي كبيت كمالك اد بس اي تانت مي سيباس دلا جت ول جالت انه جولي غرا ابلي ولي قبت ولي ديم تو نغري الله عبد جل جلاله ول جالنان امو ادبه ننجرت مالي في يادان لي ولين فال لي سنين سنين جاور وبلي ينك يا اسلاما اي صحابان وبلي ينك يا عليهم من الله رضوان يا دا والفاليسو بير دبرتي تبر لولا سغل تم سيفي وليك ابته ولي باتين سنينجا غرو حق الرنجرجيت ملي اككاي نت شاوا كاينياب يرو اوبلي سكاي نتو كو فاليسينو وان اني حواسني اسجالتيف وان حواسني اسقاي بليف غند سوشيال ميديا كوتو وان فولورين اساهد دوماتيف وني اتدولن هاشا لله مالتاتي بوليسو قلبين ربي بيتو ان ايه همتون سنجابر إن أجر وأن يكون جيبر تهودا جيبر الله في رسول إسا صلى الله عليه وآله وسلم وأن إسا ملي جرور إسا لمين جالتا يوجد إن أيهم تنسين جابر حلاوة إيمانا سن لم يوفيني أبلي ينكي يك إسلاما إسي تنان إسنين جا أماس أبلي ينكي يك إسلاما إسن ربي برت جالتا مو يوفيتن يو صاحب ونمو تنجب صاحب نك أبنامي صاحبك أبدوسن يو أت إسا درن إسا جالتي ربي برتي آتي تتو جالتا ما كتاتي نبيتا اي رسول جي بوليسو صلى الله عليه وآله وسلم غبابتي والحديث في صحيح الجامع وفي السلسلة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رسول لك إن صلى الله عليه وآله وسلم إرتو لين لما غما الله تتي الرجالان إساني إن نبيتا نما أكان صاحب إسا جالتو سن الله إيغسي آتي تتو بيكا صاحب ورق عبدن جفاتو أرانتنا آهير رغنو سنجابر صاحب كيسن يو آتي إسا درن إسا جالت والله الذي لا إله غيره ربي برت صدرك قو الرجالت من آتي سنجاو بلسو غرو يرو والجالن إنجف والجالن الله والجالن جل جلاله
yaro nama Allah haf jalate o mal gota fo bolezo ya da gari isaf ya durane sininja tare funtana walinjan o boleza islamati ya da gari yo dogongoro isa agartan namarati mitika isa gorsitu do isa ko ba isa gorsitu social media fa ido maje do isa miseji ergite tv achini isa gorsitu male live sente o boleza ke hin arab situ wanni amantana nuke satite hujurubar wallahi alladhi la ilaha ghayru ka qur'ani nu birajuru hadith ni sahini sanadan kanu birajuru umriti ya akka zamana haditha kana agaretun bekun sinjabar haditha vetan tahqiqa maktaba vetan yodo itan ka arkatan sanuma walin akkan kadabar isininje la wazna lil muqarana kufara quraishi odo rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittihin dufin amala isan qaban nutika muslima hin qabnun isininjabar in qabnu isa wan qabanin sinja mega ya dagari walif yadu obbale sake yaro gammachu isati fi yaro gadda isa isa kina dabachura yaro ya dagari isa fiyadde allah tu siyada sankeza duai te kaysa isa kayu obbale sake e duai te kaysa isa kayu hadith imam muslim say isa kaysa ti odesi rahmatullah alayhi rahmatan wasia to kon kaysa bar yaro obbale sake ti duai gotu malaikatu sikina jira amin jatte atifis wan obbale zakati ni jatte san isafis atifis sifata tu tayaddu guya akhiraho obbale zakay jalajun haditha tanajetitin malif janazatu jira isniti owa kananis de resu himfaduti arshi rabbi jalate sa tan rasulike nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil muttafaq alaihi min hadith abi hurairah radhiyallahu anhu qal wa fihi qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi jibr warri sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu dhatole turban arsh gaddisasan jalatan dirtole lamani jibr allah hafjacha warra wal jalati ijtamaa ka walit qawame alayhi rabbu marrati jachun ibada rabbu marrati wa tafarraqa ka gargar ban alayhi jalal musani ratti ka gargar addabani yoka du'atu adda isan base yoka yaro tokkon isa tokko isa biradim hayye sahibi jalako adara soda rabbi qabadu soda rabbi qabadu soda rabbi qabadu akana jaani ka gargar addaban yoka tokko azjira tokko bi yala deme maana sadenu ulama itututu akana tifassareni sininja anis karin dubbade sinis woro dagge fate woro dilaga tu rabbinu aguru ya da murada ke sano bolayen ke rabbi sin yagutu gaddisa arshi jala cufa ke sano rabbi sin akayu ajate san tafaca ta cufa tu rabbi waliti sin akabu biyatenya tana fi orma miskina kana rabbi nagaya aguru biyatenya na mahamtum barbade rabbi subhanahu wa taala abahamtum barbade san isa san ittihade bisu tubu ila allah wastaghfiru الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحاب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وأشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أبلين كيك إسلاما حديث لمان آسوا كي نكن نورات أمران سنجي أما سنما ربي بجج جال النسان أبلين كي حديث إمام أبي داود سيئة ساكي ستفيد إمام الألباني sayya sunani abi daud kay satti aditha kana sayya je rahmatullahi alayhi ma rahmatan wasia gafato ko rasulike nya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o do sahaba isaha ulai al athhar al akhyar al abrar alayhim min allah ridwan isawli inta ujurudidi gurban tokko isani radabar yoro gurban sandabaru tokko mal jeen rasulake nya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya irgama allah an gurba kana rabbi jachan isajalada jannani rasulika nya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atinkun gurba kana besiste jirta hijen e allah habjacha isajalachu isakana besiste jirta hijennani him besisne jen rasulika nya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
isa beeksisii jennaan gurbaan kun deemeeti obboleessa isaa san qabee yaa obboleessa kiyya arrabbiif jechaan si jaaladhaa jennaan gurbaan sanis rabbiin isaa jecha na jaalatte si haa jaalatuu jee anis hadiisa kanatti dalaguudhaaf cufa keessanuu obboleeyyan kiyya rabbii jechaan isin jaaladhaan isin hin jabu waan takka isin irraan fadhuun sin jaabara allahaaf jecha cufa keessanuu isin jaaladha hadiisa silaa hedduudha lamaanin xumuraan jeemi hunnuu lamaan haya obboleeyyan lamaan bakkiniin itti fadhees bakka tanaan isin hin jaa obboleeyyan kiyya nama rabbiif jecha wal jaalatu ka addaan bahe agarta saa wallaamasa dheengadda habiibii habiibii arraan tana ammoo onnooti TPLF walitti taate obboleeso hin jaalattu maaltu adda baase shahwaa ta'e jala deemuufi shayxaanni yoo gargar isin baase isin lamaan keessaa tokkootu tuutu dilii hojjatee tanaafi rabbiin adda isin baase yoonin isin jee kam jettu dheengadda habiibii feesbuukii irratti wajji akkana yattee footoo kaasta maasha allah tabaarakallaa namuutuun agarre biibii jette ijoolleen ammaan agarre biibii jettee tifar jalatti poostu sii gooti arraan tan ammoo adda baate isin lamaan keessaa takkaatu tuutu dilii hojjate tanaafi adda baase ani kiisa kiyyarraa isiniif hin kannu waru obboleeyyan kiyya sallu alannabii isma walhadiisu rawaahu limaamu albukaariyyu fi ladabi almufrad wasahaahu allaamatu alalbaaniyyu fi sahihi aljaami وفي السلسلة أنس ننجا رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تهابا رجلان في الله جل وعز جتيون سنجي روايات عز وجل جتيمي جل وعز أو في الإسلام جي ويفرق بينهما ويفرق بينهما dhiirtooleen lama waa waliin jaalatanii allahaaf jecha obboleeyyan kiyya yookaa diina islaamaa keessatti waa waliin jaalatanii yoo wal jaalatanoo waa gargar hin bahanii yoo gargar bahanoo isaan lamaan keessaa yoo tokkoon isaanii dilii argamsiise malee waa adda hin bahanii je obboleeyyan kiyya ka islaamaa nu cufaatu hin dhageenye yeroo ulamaa in teenyaa fi daa in teenya nu gorsitu obboleeyyan keenya sana fula saalii keessaa yeroon an dilii dalage ifiin beekaa maalitti beeytaa jennaanin haala jaartii tiyyaatii fi yeroon an yaabbii tiyyarra koru yeroo saniin beekaa jaartiin tiyya duraan habiibii habiibii kanaan jettu haxahat nagootii yeroon gaangee tiyya yookaan nuuf fardarra ba'ees ol na daddarbitii amaanaadhaaf hogguu salafuna saalii jaaniin namni akkana jee imaam abii alii fudayli ibni ayyaadiin sinjaa rahmatullaahi alayhi rahmatan waasiya atii fi isa isin lamaan keessaa namni tokko dilii argamsiisnaan adda si baate obboleeso waa'ee dilii hogguu meeqaa haasoni makhluuqa keessatti jibbiinsa namaa kannitiin siin jee bara hadiisummaan rabbii jecha wal jaalachuutu obboleeyyan kiyya fadiilaanis feetu gurbaa sanii waliin wal beeki feetu waliin beekin feetu obboleeyyan kiyya wala hin haasayo hin haasawin nama garii akkunumatti nama jaalattan hin qabdanii obboleeyyan kiyya ka islaamaa ibaaduma saniifin isin hin jaati warra rabbiidhaaf jecha dhugaan wal jaalatu rabbiin waa godhu anis kaniin dubbadhe isiinis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu allaahumma aizzal islaama wal muslimiin allaahumma aizzal islaama wal muslimiin wa adilla shirka wal mushrikiin wa dammir aadaa addiin وحمل الإسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجا فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم كلهم أونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقل عددهم اللهم فل هدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك يا رب العالمين اللهم انزع ملكهم لا ترفع لهم راية ولا تهق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو القوة المتين يا رب العالمين اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله